ننقل رواية عن السيدة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. هذه الرواية تقول بأن السيدة أم البنين عندما تزوجها أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين، وهذا فخر، وأي فخر. السيدة أم البنين تزوجها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليها. يوم الزفاف هذه العروس أدخلت على أمير المؤمنين، لكن عندما دخلت وجدت الإمام الحسن والحسين عليهما الصلاة وأزكى السلام مريضين، فوجدت الحسنين طريحي الفراش، فانصبت وانصرفت إلى تمريض الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما. كانا مريضين، وكيف لا يكونان مريضين؟ أوليس قد ماتت أمهم فاطمة؟ أولم يسمع أنين الزهراء، أنين الزهراء، هل لقلب أن يتحمل أن يسمع أنين فاطمة الزهراء عليها السلام؟ الحسن والحسين عليهما السلام سمعا أنين الزهراء، أولا يحق لهما أن يمرضا؟ كيف بهما وهما يريان أمهما تضرب وتلطم؟ كيف بهما وهما يريان ما جرى وما جرى وما جرى على أقدس امرأة على وجه البسيطة؟ أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ أم البنين صلوات الله وسلامه عليها كان لها هذا المقام العجيب، يوم الزفاف يوم الزواج تنصرف بكلها إلى خدمة الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما. هذه المرأة القديسة الطاهرة من المجربات، والكل الكثير في أنحاء العالم جرب، أنتم لعلكم الكثير منكم جربتوا، أنا كثيرا ما جربت، ووصفت للكثيرين وانتفعوا في أعتى وأصعب المشاكل. إنسان عنده حاجة، عنده مشكلة من دين أو هم أو أي مشكلة أخرى، ينذر 14 صلوات لأم البنين صلوات الله وسلامه عليها تقضى الحاجة، ينذر أي نذر آخر، يقرأ حديث الكساء يوميا باسم أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، يهدي ثواب هذا الحديث لها تقضى حاجته. جربوا، التزموا بذلك، وسترون أصعب المشاكل تنحل.